معانا كمان على التليفون دكتور صلاح هاشم، استاذ التخطيط والتنميه بجامعه الفيوم. مساء الخير يا دكتور صلاح، وقول لنا شايف ازاي اهميه الدليل الاجرائي لعمليه التخطيط الاستراتيجي؟ مساء الخير يا فندم. طبعا التخطيط الاستراتيجي من المزايا بتاعته انه بيحدد رؤيه المستقبل بالنسبه للمؤسسات وبالنسبه للمجتمعات على وجه العموم. عايز يحدد رؤيه هذه البلدان بالنسبة ل 10 سنين، 15 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بيقدر يحدد المسار والخطط والبرامج التي يمكن أن تحقق أهداف هذه الدولة. فبيخليني أقول أنا على 20-30 مثلا خطة استراتيجية، أنا عايز أوصل لفين في معدلات، أوصل لفين في معدلات التشغيل، معدلات الاستثمار، معدلات التنمية البشرية، في الرعاية الصحية، في التعليم، أنا محتاج أخد ترتيب عالمي قد ايه. وبالتالي هذه التخطيط الاستراتيجي بيبقى ليه فيجن، اللي هو رؤيه الدوله لما بعد سنوات عديده هي عايزه تبقى فين بالنسبه للعالم، ثم بيتضمن حاجه اسمها الميشن اللي هي الرساله، احنا محتاجين ازاي نقدر نعرف نوصل لهذه المرحله، كيف نحقق هذه الاهداف او الطريق او الاليات او البرامج او الانشطه او الخطط التي تساعدنا في الوصول الى هذا المستقبل اللي هو مرجو. احنا يعني ده بالنسبه طبعا بتكون على مستوى المؤسسات، وبيكون كمان على مستوى الدول. يمكن اتكلمنا عن رؤيه مصر 2030، لكن كمان مؤسسات الدوله، كل مؤسسه وكل قطاع سواء في التعليم، في الصحه، في التضامن الاجتماعي، لديه خطه استراتيجيه تحدد مسار هذا القطاع على بعد 20 سنه، هتكون القطاع ده وصل لحد فين. وبالتالي الحكومه والاجهزه الرقابيه تقدر تبين وتقول او تراقب مدى قدرة هذه الأجهزة على تحقيق الرؤية الاستراتيجية اللي هي في الأساس اعتمادتها بالنسبة ليها. شايف إزاي حرص الدولة يا دكتور على رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري؟ الدولة طبعا بدأت التفكير في الجهاز الإداري يمكن من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أدرك أنه إحنا لدينا أكبر جهاز إداري على مستوى العالم إذا تم مقارنة هذا الجهاز الإداري ب عدد السكان. لما نقارن امريكا عدد العاملين في الجهاز الحكومي بعدد السكان، احنا اكبر، احنا اكبر دوله فيها دولاب حكومي على مستوى العالم. وهل الجهاز الحكومي ده بيؤدي بيشتغل بكامل الطاقه بتاعته؟ يعني بيشتغل 8 ساعات كامله، ولو اشتغل بال 8 ساعات كامله بيحقق معدل الانجاز. السيد الرئيس قال قبل كده احنا عندنا بنتكلم عن اكثر من 5.2 مليون عامل في الدولاب الحكومي، منهم فقط احنا مش محتاجين اكتر من 1.5 مليون هيقدروا يحققوا ويقوموا بادوار هذا الجهاز. الدوله بدات طبعا في هذا المحور في 2016 من خلال رؤيه مصر 2030، واللي هو برنامج الاصلاح الاداري الذي تبنته وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وزاره التخطيط اياميها طبعا كانت شغاله على هذا المحور، وخرج قبلها قانون الخدمه المدنيه، وكان بيحاول يربط الى حد بعيد جدا معدلات الانجاز او معدلات التشغيل بالرواتب اللي هي بتتم. فبدانا بقانون الخدمه المدنيه، ثم انتقلنا بعد ذلك الى رؤيه مصر 2030 ومحور الاصلاح الاداري. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. شكرا كمان للمهندس خالد مصطفى، رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط. شكرا لكم، شكرا جزيلا.